جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لم يتمكن الشاب من مواصلة الدراسة لظرف من الظروف، إما لأن المستوى دون المطلوب أو لغير ذلك، ولم يتمكن من الحصول على وظيفة، وحينئذ يبتلى بالفراغ الخطير. هل من كلمة شيخ صالح؟ نعم، هذا حاصل، وعلاجه بأن الله سبحانه وتعالى وسع الأرزاق. أليس طلب الرزق محصورا على الوظيفة أو على حصول الشهادة؟ كم من الأثرياء وكم من أصحاب الأموال وهم ليسوا أصحاب دراسة ولا ليس عندهم شهادات، وإنما اتجهوا إلى العمل والكسب وحفظوا أوقاتهم، فأثمر لهم ذلك ما تبوؤوه من الثروات والمكانة. فطلب الرزق ليس محصورا على الدراسة وعلى الشهادة وعلى الوظيفة، وأسباب الرزق كثيرة. والإنسان إذا أفلس من جانب فإن هناك جوانب أخرى مفتوحة أمامه، وأبواب الرزق واسعة، وعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يتوكل عليه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما أن يتعلق الإنسان بالشهادة والوظيفة، فإذا لم يحصل على شيء من ذلك ضيع الأسباب وتسيب، وربما يقع في سلة المهملات، فهذا أمر خطير. ولا يجوز الاقتصار على سبب واحد أو الاتجاه لباب واحد وترك بقية الأبواب وبقية الأسباب. رزق الله واسع وأسباب الرزق كثيرة، وعلى الإنسان أن يبذل السبب والنتائج من الله عز وجل. نعم.